سنوات عديدة وكان سكان قضاء دجيل يعانون كثيرا أثناء تعرضهم لأي طارئ صحي، كون مدينتهم كانت تخلو من وجود مستشفى عام تتوفر فيه جميع الخدمات الطبية والعلاجية. وفي عام 2019 افتتح محافظ صلاح الدين الدكتور عمار جبر مستشفى الدجيل للطوارئ والولادة لتساعد الأهالي على معالجة الحالات المرضية الطارئة. بعد سنوات طويلة كانت تعاني منها أهالي قضاء دجيل في نقص بالخدمات الجراحية، الحمد لله التعاون ما بين دائرة الصحة صلاح الدين والمحافظة تم افتتاح مستشفى دجيل للطوارئ والولادة. مستشفى دجيل يقدم خدمات جراحية متكاملة على مدار الأسبوع، ينجز شهريا يعني لا يقل عن 50 عملية ما بين عملية كبرى وفوق الكبرى. أيضا صالة الولادة عندنا شغالة أيام الأسبوع كلها، أطباء جراحين الآن متوفرين 3 أطباء جراحين مع طبيب تخدير، ونتأمل من دائرة الصحة أن تزودنا بأعداد أكبر من أطباء الاختصاص. أيضا عندنا طبيب سونار موجود اختصاص أشعة والسونار، طبيبة نسائية أيضا موجودة عندنا في صالة الولادة، وتقدم الخدمات الولادة للمنطقة بشكل يعني على مدار الأسبوع بدون انقطاع. دائرة صحة صلاح الدين أخذت على عاتقها برفد المستشفى بكوادر طبية متخصصة فضلا عن الأجهزة التشخيصية المتطورة والتي استطاعت الكوادر العاملة فيه بإجراء العشرات من العمليات الجراحية والتي تكللت جميعها بالنجاح التام. بالتوجيه السيد محمد صلاح الدين المحترم تم تأهيل مركز صحي الوحدة وتحويله إلى مستشفى سعة 20 سرير. قامت كوادر دار الصحة صلاح الدين القسم الهندسي بتأهيل هذا المركز الصحي وتحويله إلى مستشفى ليقدم الخدمات الطبية لهالقضاء. طبعا كانت الحالات الصحية تنقل إلى أقرب مستشفيات اللي هي بلد والكاظمية، الآن الحمد لله والشكر هذه المستشفى تقوم بعلاج الحالات الطارئة، تقوم بإجراء عمليات أكثر من 30 عملية شهرية للحالات الطارئة. نتأمل من السيد محافظ صلاح الدين بإكمال المطلبات الأخرى. هذه المستشفى 20 سرير جراحي التي تستقبل الحالات الحرجة والخطرة والحالات الطارئة كالجرحى والمصابين والحوادث. اليوم هذا المستشفى 20 سرير يعني نقدر نقضي على هذه الحالة، ما المريض أو المصاب يروح الغير مستشفى خارج القضاء. أهالي قضاء دجيل قبل افتتاح هذا المشروع كانوا يضطرون بنقل مريضهم إلى مستشفى بلد العام لغرض تلقي العلاج والذي يبعد عن مركز المدينة أكثر من 20 كيلومتر، وهذا كان يشكل عبئا كبيرا على أهالي القضاء. إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات حكومة صلاح الدين التي تسعى جاهدة لتحسين الواقع الخدمي بالقضاء. لقناة صلاح الدين الفضائية فضل أنصاري، قضاء دجيل.